أما وزير الدولة لشؤون القانونية محمود الخرابشي قال إن مشروع القانون له أهمية وطنية ودينية وسياحية، ويهدف إلى تطوير الخدمات للسياح الذين يزورون موقع المغطس من مختلف أنحاء العالم. هذا القانون أملت ضرورات عملياتية ووطنية، والهدف الأساسي أنه من التطوير هو أن تكون هذه المنطقة منطقة جذب سياحي وديني أيضا، لأنها أصبحت مقصد لكل أخواننا الحجاج لموقع المغطس، وبالتالي لابد من تأمين الخدمات بطريقة لائقة. مش قضية أنك تطور فنادق خمس نجوم أو غيرها بقدر أنك تطور المنطقة بما يتواءم بتقديم الخدمات الأساسية الضرورية اللازمة لكل الحجاج والسياح اللي يقصدوا هذا الموقع المقدس. وبالتالي يعني هي قضية مثل ما قلنا قضية وطنية بالدرجة الأولى ودينية، وقضية أيضا سياحية. والأردن أصبح بعد تطوير موقع المغطس أصبح مقصد عالمي لكل حجاج العالم.